نسمة لايف، صوت الجهاد. زبي نسمة لايف. الرياضة العشوائية هذه يعني هي أخطر على أطفالنا، لأنه مش عارفين شنو اللي فيها وشكون اللي هي يمر لها في الأفكار. شوفي ولد خالتي مضروبة كيف في وجهه يتراوج، ونحن لبس مزال غير خلصنا، مشيت نجري له قلت له حمد، وشوفي ولدي وراه حمش بيك، قال لي نحاول المونجيلا، ادخل ادخل رم نحاول المونجيلا، رمي براكي وادخل، وتحت في القدام شبيه وجهك، قال لي ضربني بابياجوره ولا بحديده ولا انا مشيت لهم، فقلت خل احكي معاهم، مشيت نجري قلت له خويا اش تحب نسالي شنو نعطيك، يعني ما غير شو اشربك حتى نعطيك شنو نحب. اختي قال لي هاتش عندك، واحد جابت لي سكينه قول سيف، والاخر جبت سكينه اخرى، ودخلوا واحد ورا واحد حاسين ورا بعضهم. خلينا نتمنوا على الحاله الصحيه نتاع خالكم اللي تمت اصابته في حفل الزفاف وفي الحادثه هذه. والله مازال في الكومان، البارح عملوا له عمليه واحد اخر اللي نعرفه قصوا له يده ولا العلب نتاعو. للاسف ريتو ان المناطق اللي هي هشه او تنمويا هي ضعيفه هي اللي تكثر فيها عمليه استغلال اليد العامله الصغيره او القاصرات لتشغيلهن. معناها المعالجه مش معالجه ردعيه برك، يلزم معالجه تنمويه. الشريحه هذه قاعده تتوظف وقاعده تستغل من طرف لوبيات فساد يتاجرون باليد العامله، هذا كان يخدموها مش يتاجروا باعضائها. نحلوه الملف هذا، شكون مسؤول عليه؟ مسؤول عليه دولة اليوم وناط عليه حماية الشريحة الهشة هذية. راو بتطلع وتهبطوا، نحن رانا أساتذة، رانا ماناش ناس متاع عنف، راو ماناش ناس مقتحمين، راو برشا قنوات إعلامية وبرشا جرائد إلكترونية حكت فينا كوننا نلتجئوا للعنف ونقتحموا، لا، نحن رانا ناس وطنيين بالأساس. زبين نسمة لايف. خليفة، جمعة التالي لقيت هذايا كنا وكبنا حملة أمنية، حملة أمنية لمكافحة الجريمة في المتروات. ما صار البارح في ودي الليل سواء كان بركاش وإلا اعتداء يتطلب يعني كل نواقيس الخطر والإشارات الحمراء الممكنة، هذاك علاش حبينا من الزابينغ نعاودوا نرجعوا للحادثة اللي صارت هذايا في قاعة الأفراح. وصحيح وزارة الداخلية تعلن عن انطلاق حملة متواصلة للتصدي للعنف والجريمة ويعتبروها معركة أخرى تنضاف للمعركة ضد الإرهاب، لكن في المقابل منسوب العنف والجريمة المنظمة كذلك في تزايد ويهدد استقرار المواطنين وأمنهم وراحتهم. وراحتهم هذا ينعكس بالضرورة كذلك على أدوار أخرى، التسوق، التجارة، العمل، الحركية الاقتصادية، هذا كله ينعكس عليه سلبا وقت تبدأ بلاد فيها جريمة متنوعة ومتعددة وتهدد أمن المواطن. الحادثة متاع وادي الليل ما تلقلهاش تفسير، خطر لأبسط الأشياء واحد يعمل حفل متاع عرس في داره يعمل ترخيص، يعمل فسطح يعمل ترخيص، فما بالك هذه قاعات أفراح، قاعات أفراح معناها تحت القانون والأصل فيه وقت تجي يعمل العقد معناها صاحب الحفلة يعملها مع صاحب القاعة وتكون مرخصة وهناك إعلام للمنطقة الأمنية سواء كانت شرطة أو حرس وغيرها، من المفروض كذلك يتم إبلاغ الأمن بسرعة أول ما يقع المشكل سواء كان بركاش أو عركة وخصومة داخلية في علاقة بأهل العرس والأسهار وغيرها، أيا كانت المبررات والمسوغات لذلك كان من الممكن التدخل السريع، مش نقعدوا ساعتين تعليل وثلاثه تعليل وناس وليزومبيلونس وليزيرجونس ويمكن يلحق ليزيرجونس العنف هذاك وتمشي هذوما يصفوا حسابهم مع هذا. الحقيقه الوضعيه الامنيه في علاقه بالامن المواطني اليومي ولات تخوف اكثر من الارهاب، لان الارهاب انحسر فعله ودوره وبدا يتقلص الحمد لله وبدا الامن ينتصر عليه، ولكن الجريمه المنظمه في البلاد ولات تخوف بحق.